تتويجا للانتخابات الأخيرة وفي جو ديمقراطي، اختار سكان بلدية أكجوجت عمدة من بين العمد الذين كانوا يتنافسون في الحملة الأخيرة التي ختمت باختيار من سيتولى منصب العمدة الجديد. شرفني أن أكون معكم اليوم في حفل تنصيب عمدة بلدية أكجوجت والمستشارين البلديين بعد انتخابات 13 مايو 2023. هذه الانتخابات التي شهدت نوعا من التنافس الإيجابي والأخلاقي والحر بين المتنافسين على مستوى بلدية أكجوجت. هذه الانتخابات شهدت نوعا من النزاهة ونوعا من التنافس الحر والنزيه، الكل كان يعبر عن رأيه بكل شفافية وبكل حرية. مجلس بلدي منصرف يستعرض إنجازاته أمام الجمهور بالقاعة على لسان العمدة السابق. في هذا الجو يتشح العمدة المنتخب بوشاحه، معلنا بذلك وطبقا للنظم القانونية المعمول بها في البلاد التي تمنحه مأمورية لفترة 5 سنوات. أقسم بأنني لن أدخر أي جهد من أجل أن تتغير الوضعية في هذه المدينة، من أجل أن يرتفع مستواها من أحسن إلى أفضل، أعاهدكم على ذلك. السنة هذه تستحق أن تكون مدينة نظيفة، لا يوجد شيء يمنع ذلك، يمنعها من ذلك، وهذا ما سنعمل من أجله. كما يجب أن يتحسن وضع المدرسة في مدينتنا، حيث أنها اللبنة الأولى والحجر الأساس في قطاع التهذيب وتربية أجيال المستقبل على قواعد سليمة. 19 مستشارا في المجلس البلدي اختاروا من بينهم مساعدين للعمدة عبر هذا الصندوق ليختتم به هذا الحفل. أحمد محمد الحافظ، الموريتانية، مدينة أكجوجت.